بسم الله، هنتكلم على الانترفيس في برنامج الراينو. بتلاقي هنا مساحه العمل متقسمه لاربع اماكن تقدر تنقل بينهم او تدوس على المكان اللي انت عايزه، ولو دوست مرتين بيخلي يدك الواجهه الكبيره. والسهم هنا بتلاقي يقول لك انت مثلا عايز واير فريم ولا شيدد ولا رندر ولا اكس راي، وهتلاقي مثلا يقول لك انت عايز تستخدم اداه زوم او روتيت، الامر ان انت تقدر تلف الشكل وتقدر تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه. الجريد اوبشن تقدر تتحكم في شكل الجريد، تقدر تتحكم في شكل الكاميرا. وهنا هتلاقي القوائم، بتلاقي مثلا قائمه زي فايل هي عباره عن نيو اوبن، وتعمل امبورت وتعمل اكسبورت وتشوف ورك ستيشن، تفتح ورك ستيشن جديده او سيف اللي موجوده حاليا. الايديت الامر معروفه زي جوين اكسبلود تريم سبليت كات كوبي فيو، تقدر تتحكم هتشوف مثلا وير فريم ولا ريندر ولا شيد، تقدر تعمل زوم. الحاجات الخاصه بالفيو الشكل دي الاوامر بتاعت الكيرف، يعني عباره عن زي خط او قوس، تقدر ترسم الاشكال اللي هي ثنائيه الابعاد البسيطه. ده شكل مسطح سيرفيس، بتلاقي الاوامر الخاصه بيه زي فيلت زي اكسترود كيرف، الاوامر الخاصه بيه سوليد، بتلاقي الاوامر برضه خاصه بسوليد موجوده ومترتبه. اوامر مش اوامر دايمنشن، لو انت عايز ترسم اي دايمنشن موجود. ترانسفورم اللي هي خاصه بالموف والكوبي والروتيت والالاين البند. التولز هتلاقي هنا الحاجات خاصه مثلا بالاوامر كوماند، تمام، تقدر تشوف مثلا عايز الهيستوري بتاعت الكوماند ديت. ممكن تلاقي في اوبشن هنا الاعداد بتاعت البرنامج، حاجات خاصه مثلا بالادفانسد، الحاجات خاصه بالجريد. مثلا امكانية الزوم، امكانية البان الديناميك، السيركل، اليونت، اهم حاجة طبعا تظبط اليونت قبل ما تبدأ الشغل بتاعك. كل الاعدادات اللي انت محتاجها في البرنامج هتلاقيها هنا. المسار الموجود فيه التمبليت، يسيف كل قد ايه، الاعدادات الخاصة بالبلاجن، الاعدادات الخاصة بالتول بار، تقدر تعمل مثلا تول بار جديد وتحط بعض الحاجات اللي انت محتاجها او بتشتغل بيها كتير. وممكن تقول له ريستور ديفولت لو انت حسيت ان انت غيرت حاجه مش مظبوطه، فتقدر ترجع في الكلام ده على طول. تقدر تقول له انا عايز اناليسيز للبوينت الكيرف زي ما انت عايز. الريندر او من الريندر هو العادي بتاعه ان هو بيعمل ريندر بالمحرك بتاعه، او ممكن لو سطبت الفي ري او اي محرك تاني يبدا يظهر لك هنا برضو. دي حاجات خاصه بالبانل، بحيث لو انت عايز تظهر مثلا الانفايرمنت، عايز تظهر اي حاجه من الحاجات اللي انت بتشتغل بيها، يعني مثلا اللاير عايز تظهرها تخفيها، هي دلوقتي ظاهره ممكن تدوس عليها تاني بحيث انها تختفي. وبعد كده قائمه هيل، وهتلاقي هنا الحاجات الستاندرد، تمام، وتلاقي هنا سي بلان، هتلاقي سيت فيو، تقدر تعمل زوم، تقدر تشوف من اي واجهه، الفرونت الرايت، اوامر خاصه بالديسبلاي. كل حاجه بتقدر تشوفها من اكتر من مكان. هو ليه اثر على ده؟ لان ده شايف ده المفعل حاليا، لو جيت هنا يبقى كل اوامر هتشتغل على الامر دوت، تمام. اوامر سيلكت لو انت عايز تعمل سيلكت، في اوامر كتير جدا لسيلكت. الفيو بورت لي اوت، الفيزابيلتي تقدر تخفي وتظهر. هتلاقي هنا عندك حاجات خاصه بالعنصر، اي عنصر تعمله سيلكت، تمام. هتلاقي هنا الحاجات الخاصه بيه، الاعداد بتاعته، بحيث تقدر تحطه على اي لير من الليرات، تمام. وممكن برضه دوت تحطه على لير تانيه، تيجي هنا وتقول له انا عايز احط مثلا على اللير اللي اسمها تلاته، تمام، هياخد نفس لون اللير. وتقدر تحدد الريندر وتحدد الاعداد بتاعته. لو جيت هنا في الليرات هتلاقي الليرات كل لير موجوده، تقدر تعمل لير جديده وتسميها اي اسم، تقدر تخفي اي لير، يعني خلينا نخفي اللير تلاته مثلا، تلاقي العناصر الموجوده على اللير تلاته تختفي، تقدر تغير اللون اللي انت بتاعت العنصر دوت، وتقدر تظهره وتقدر تقفله بحيث لو انت بتعمل موف للعنصر ده ما يتحركش، تقدر تبدل بينهم بحيث اني واحد فيهم اللي شاف الاول وكده، موف اب وموف داون. تقدر تختار اي واحد فيهم وتدوس هنا بحيث يبقى ده الديفولت، بحيث لما ترسم اي حاجه يترسم على اللير ديت.
يعني لو انا جيت هنا قلت له انا عايز ارسم سيرفيس، تمام، هاخد نفس اللون ده لان اتحط على اللاير ديت، تمام. بعد كده الاعدادات الخاصه بالرندر، الاعدادات الخاصه بالماتيريال، الاعدادات الخاصه بالمكتبه بتاعتك اللايبراري، الحاجات الخاصه بالهيلب، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها وتظهرها زي ما انت عايز من بانل. تقدر تشوف ايه اللي انت محتاجه تشتغل بيه، وهتلاقي هنا قايمه تحس انها صغيره بس هي فيها امر كتير جدا، يعني مجرد بس تدوس على السهم الصغير ده يطلع لك امر كتير جدا. تقدر تاخد الشكل ده وتحطه هنا، وتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف الخصائص هنا، وتقدر تقول له ده اسم الفيزابيلتي، ده الستاندرد تول بار، ده الفيزابيلتي، انا عايز اغير الاسم بتاعه، عايز احط صوره، عايز احط تكست، عايز الاثنين، يعني بدل ما هما كده يحط لك الصوره وجنبيها الكلمه، بس تبقى طبعا تضطر كل شويه تنزل وكده، ف يعني الافضل ان تخلي البروبرتي بتاعتها. وتقدر تعمل زرار جديد او تعمل اقول له ايمج بس، تقدر تيجي هنا وتقول له انا مش عايز اشوف اي تول بار من دول. تقدر تخفي زي ما انت شايف برنامج مهول وضخم، نيو بوتوم، تعمل بوتوم، تعمل اديت لي، تحط سيبريت، يعني حاجه تفصل بينهم زي دوت كده بين الزراير، بحيث ان دي مجموعه ودي مجموعه. دي الاعدادات الخاصه بالسيركل تقدر تستخدمها، تمام، وتقدر تضيف عليها، يعني تقدر تختار اي زرار مثلا تسحبه وتحطه هنا، تقدر تضيف من الخصائص، تقدر تضيف اي زرار لاي مجموعه انت عايزها.